باس. لماذا يقفز السمك هكذا؟ هذا مزعج، لا أستطيع تحمله بعد الآن. هل هدأتم؟ اهدأوا. هذا غريب، ماذا حدث لهم؟ كيكي، يوجد مشكلة ما، هيا بنا. حسناً. هاي الجميع يتصرف بغرابة اليوم، ما الذي يحدث؟ وجدت أن الناس يقومون بأشياء غريبة، إضافة إلى مستويات المياه الجوفية، والمجال المغناطيسي للأرض يتغير. هل يعني ذلك أن زلزالاً قادم؟ من الصعب التنبؤ بحدوث زلزال، سأركز على أي شيء يتعلق بهذا الأمر. شيء آخر هو أن الحمام الزاجل قد اختفى هذا الصباح، وقد يكون ذلك مرتبطاً بالمجال المغناطيسي، لذا عليكما أن تجدانه في أقرب وقت ممكن. سنفعل ذلك، فريق الإنقاذ الخارق، هيا بنا. لا، لقد تهت. أي طريق يجب أن أسلك؟ كيكي، لقد بحثنا في كل مكان لكننا ما زلنا لم نره بعد. ربما لأننا نطير أعلى من اللازم لنقترب قليلا من الأرض. أنا أراه هناك. إنه فريق الإنقاذ الخارق. الحمد لله. أيها الحمام الزاجل، أنت هنا؟ هل تأذيت؟ أجل، تألمت كثيرا، أرجوكما ساعداني. لا تقلق، ميو ميو سوف تفحصك. حسناً، سأبدأ التحليل. ابدأ المسح. ها هي النتيجة، لقد تم خدش جناحه بغصن. لكن يجب أن أوصل الطرد. لا تقلق، سأساعدك. انكماش. أه.
لقد وجدتها. المسح والاستعداد. واو، الريح قوية جدا، لا يمكنني التوجيه بدقة. أها، أعرف ما يجب فعله. هاي، موجة الضوء. ياي، أستطيع تحريك جناحي. واو، أستطيع الطيران مجدداً. واو. شكراً جزيلاً لكما. يتداخل المجال المغناطيسي للأرض مع إحساسك بالاتجاه. يمكننا أن نأخذك إلى المكان التالي. شكراً لتوجيهاتكما لي، لكن هل تعرفان ماذا حدث لي بالضبط؟ لنكتشف ذلك، اتصل بالقمر الصناعي. CSES هو قمر صناعي متطور يراقب المجال المغناطيسي للأرض طوال اليوم من على بعد كبير في الفضاء. إنه يزيد من فرص اكتشافنا للزلازل. المجال المغناطيسي العادي يجب أن يبدو هكذا، لكنه يبدو مختلفاً اليوم، لهذا السبب تفقد الاتجاه. فهمت الآن. حديقة شروق الشمس، صحيح، نحن هنا. الضفدع الصغير في البئر المجاور لحقل الذرة. أوه، هناك. ساعدونا. ساعدونا. النجدة، أرجوكم ساعدونا. أوه لا، الضفادع في خطر، فلنساعدهم. الخطاف الخارق. انظر، شخص ما قادم إلينا. أبي، هل هذا فريق الإنقاذ الخارق؟ مرحباً، أنا الكابتن كيكي من فريق الإنقاذ الخارق. فريق الإنقاذ، إنه فريق الإنقاذ. مرحباً، أنا الضفدع الصغير. مرحباً أيها الضفدع الصغير. أوه، ماذا يحدث؟ الماء ساخن جداً. أوه، هل تعلمون كيف حدث هذا؟ كان هذا منزلنا لمدة طويلة، كان مثالياً، لكن اليوم أصبح الماء ساخناً وبدأ في الارتفاع. أوه لا، إنه يرتفع مجدداً. رجاءً ساعدنا. لا تقلقوا، فريق الإنقاذ سيخرجكم من هنا. كاكا، لدينا مشكلة أخرى، نحتاج مساعدة مومو الطيارة. علم، مومو الطيارة، كيكي يحتاج مساعدتك، انطلق الآن رجاءً. سأفعل، مومو الطيارة قادمة. هنا. مومو، اسحبيها. آلين، منزلي. لم نجلب أي طعام. وماذا بشأن لعبتي؟ الألعاب
سنحصل عليها ثانية. الطعام والمنزل يمكننا الحصول عليهما ثانية. أنت محق، وسيكون لديكم المزيد من الأصدقاء مثل فريق الإنقاذ الخارق. أمي، الفقاعات لا تزال تلاحقنا. أوه لا، الماء يرتفع بسرعة كبيرة. ماذا يجب أن نفعل؟ هل يمكننا الخروج من هنا؟ لدي فكرة. مومو، حلقي للأعلى قليلاً، الماء قادم بسرعة. حسناً. السرعة خارقة. لقد فعلتها. أبي، هل سنغير مسكننا؟ أجل، البئر ليست آمنة الآن. حين يرتفع الماء من بئر جاف قد تكون علامة على وقوع زلزال، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى مثل تغير الطقس أو شيء آخر. عندما تكون هناك علامة على وقوع زلزال، أيمكننا التنبؤ به؟ آه، ليس كذلك. يمكننا التنبؤ بالطقس عن طريق تحليل الصور السحابية من القمر الصناعي، ولكن الزلازل تأتي من أعماق الأرض. حتى الآن لم تجد التكنولوجيا طريقة للتنبؤ بحدوث الزلزال. إذن ماذا يجب أن نفعل؟ لا تقلق، سيكون فريق الإنقاذ الخارق مستعداً دائماً للحفاظ على سلامتكم. ويجب علينا جميعاً أن نتعلم جميع إرشادات السلامة من الزلازل لتجنب التعرض للأذى، مثل وضع الأثاث والأجهزة الثقيلة في الأسفل والخفيفة في الأعلى. وتذكروا دائماً إبقاء الممرات والمداخل خالية. حسناً، هذا هو بيتنا الجديد. أوه، كنت أنسى، هذا طردوك. انظروا، لدي كرة أرضية، آمل أن أتمكن من حل أي مشكلة، تماماً مثل فريق الإنقاذ الخارق. فريق الإنقاذ الخارق يحافظ على سلامتكم. أنا أحب المرجان. ممنوع أخذ المرجان. أوه لا، إنه الشرطي القرش، يجب أن أذهب. توقف مكانك. لكن ماذا حل بي؟ أنا أشعر بالسوء. كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ قرش نوع من السمك، هو شرطي المحيط، إنه بارع في مطاردة الأشرار. المجرمون كلهم يخافون منه، لكنه وجد صعوبة في التنفس وهو يطارد ذئبا الآن. إنه يحتاج إلى مساعدتكما. سنهتم بالأمر، فريق الإنقاذ الخارق، فلننطلق. Thank you.
ما بي اليوم؟ أين هو فريق الإنقاذ الخارق؟ ها قد وصل أخيرا. أيها الشرطي القرش، ماذا حصل؟ كنت أطارد شريرا أخذ كل المرجان، وإذ بي أشعر بصعوبة في التنفس. أيها الشرطي، هل تتوقف قليلا لكي نفحصك؟ لكن لا يمكنني التوقف. لماذا؟ دعني أفحصه. على الشرطي القرش أن يستمر في السباحة لتمر المياه عبر خياشيمه فيحصل على الأكسجين ليتنفس. إذا توقف عن السباحة قد تكون حياته في خطر. قلت في خطر؟ لا تقلق أيها الشرطي، سأقوم الآن بفحصك. إليكما النتيجة، خياشيم الشرطي القرش مجروحة لذا يجد صعوبة في التنفس. لقد فهمت، سوف أعالجه في الحال. لقد وجدت الجرح، خدش المرجان خياشيم الشرطي القرش وما زال عالقا في داخلها. لابد من أنها كانت في المياه وهو يتنفس. هذا هو الجرح إذن، سأعالج له الجرح في الحال. مسدس الحبل الخارق. هي. لا، يجب أن أسرع. الموجة الضوئية. أتممت المهمة. شكرا يا صديقاي، أستطيع الآن التنفس بسهولة. أنا مفعم بالنشاط وأنا مستعد لمطاردة ذلك الشرير في الحال. كان يجب أن أمسك به. لا تقلق أيها الشرطي، سوف نساعدك. هذا مدهش، انظر إلى هذا. ها هو، إنه هناك. ياهو. لن يتمكن أحد من الإمساك بي. أولا. توقف مكانك. توقف. وداعا. أولا، يجب أن أدخل إلى هنا. أوجدت شيئاً أيها الشرطي؟ يتمتع القرش بحاسة شم قوية، سيجد حتماً الذئب إذا كان لا يزال هنا. لا مكان تذهب إليه. توقف مكانك.
أمسكت بك. انتبه. كيكي، ماذا يجب أن نفعل؟ النجدة، النجدة. سوف أتصل بالمقر الرئيسي. كاكا، نحن الآن في ورطة، فلترسل رودولف إلينا بأسرع وقت ممكن. تلقيتك رودولف، يحتاج كيكي إلى مساعدتك، أرجوك استعد واذهب إليه في الحال. حاضر، رودولف مستعد لأي تحد في البحر. لقد وصلت. اسمع، نحتاج إليك لتقص ذلك الشيء وتنقذ الشرطية القرش والذئب. طبعا. رائع، أنا حر، لن يمسك بي أحد الآن. السرعة القصوى. كيكي، نحن بخير. شكرا لمساعدتكم يا أصدقاء. يا فريق الإنقاذ الخارق، أنتم بارعون بالفعل. وأنت بارع أيضا في الإمساك بالأشرار في كل مكان. لن أفعل هذا مجددا. إلى اللقاء. فريق الإنقاذ الخارق يقيدكم الآن. مرحبا، أنا كيكي قائد الفريق الخارق. كل من يواجه مشكلة سنهب لمساعدته. انتبه. تجيدين الطبخ؟ أتمتع بمواهب كثيرة لا تعرفون بشأنها. فلنأكل الآن. حسناً، تذوقوا طعام الأشهر في العالم. جزر مقلي، دعكم بالجزر. حساء الجزر. دعكم مقلي بالجزر. جزر على البخار. حالة طارئة، يجب أن نذهب. أوه. أوه. أوه.
لا تذهبا، أنتما لم تأكلا الطعام، ابقيا وأنهيا. فيلم ثدي لديه خرطوم طويل، إنه في قسم الإطفاء، لكنه واجه مشكلة في إخماد النار وهو يحتاج إلى مساعدتكما. فريق الإنقاذ فلنطلق. هل أنت بخير؟ لما لم يصل بعد فريق الإنقاذ الخارق؟ يمتد الحريق أكثر. حافلة الإنقاذ. وأخيراً لقد جئتما ساعداني، بدأت أسعل عندما امتصصت المياه. لا تقلق، سنساعدك في الحال. دعني ألقي نظرة عن قرب. شكراً، سيكون خرطومي الآن بخير. سأبدأ التحليل. مسدود؟ سأدخل إذن في خرطومه لكي أعرف ما الخط. المكان مظلم هنا. واو، أين الانسداد؟ ما أبعد بعد؟ المكان عميق جدا، لكن يجب أن أذهب. ميو ميو، علكة صغيرة تسد له خرطومه. الرياح قوية جدا، تسد العلكة مجرى الهواء، لهذا لا يتنفس الفيل جيدا. سوف أعالج الأمر. سيد فيل، ما الخطب؟ خرطومي يستحقني. كيكي، كيف جرت الأمور؟ لقد حلت المشكلة. واو، أشعر بتحسن كبير. شكرا جزيلا لكما. النجدة، هل من أحد هنا؟ أرجوكم ساعدوني. النجدة، يبدو أن الصوت صادر من هنا.
ميو ميو، سوف أبدأ المسح. إنه الجد السلحفاة، يجب علينا أن نساعده. هذا مؤلم جداً. انتبه، قد يتأذى أكثر. يمكننا معالجة الأمر. حسناً. أحتاج إلى المساعدة من المقر الرئيسي. كاكا، لدينا مشكلة أخرى. نحتاج إلى المساعدة من القبطان مومو. تلقيتك مومو، يحتاج كيكي إلى مساعدتك، فلتنطلقي رجاءً الآن. تلقيتك مومو، طائرة قادمة. حركي لوحة الإعلان، الجد سلحفاة عالق تحتها. لا مشكلة، في الحال. إلى الأعلى، إلى الأعلى، أعلى أنا أطير لفوق، أعلى أعلى أعلى. أنا أشعر بالدوار. أردت شراء زجاجة صلصة صويا، ثم حصل هذا. حسناً، أنت بخير الآن. فريق كيكي وميو ميو الخارق، شكراً جزيلاً لإنقاذي. شكراً يا عمال الإطفاء. شكراً، شكراً لكما، لقد ساعدتمان كثيراً اليوم. لا تنسى ماما. بالطبع، شكراً لك. فريق الإنقاذ الخارق يبقيكم في أمان. تدريب التفاعل، انطلق. هاي. أمسكتها. رائع. أحتاج شيئا للطاقة. هيا لنستمر. لا مشكلة. لدينا حالة طارئة. مومو، خذي كرتي. رائحتها ذكية. مومو.
كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ جيش النمل نوع من الحشرات، صغير ولكنه قوي جدا. إنهم خبراء في العمل ضمن مجموعات، لكن لديهم مشكلة أثناء حمل أشياء للآنسة باترفلاي. إنهم لا يزالون يتحركون في دوائر، لذلك طلبت السيدة باترفلاي المساعدة منكما. إنهم يحتاجونكما. كيكي ميوميو، فريق الإنقاذ، لننطلق. فريق الإنقاذ. ها هم قادمون. وفقا للخريطة يجب أن يكونوا هناك. حسنا، تقلص، نزول. وصلتما. لا تقلقي، سنهتم به. ميوميو، تحققي من النملة. حسناً، ابدأ التحليل. لقد انهار من الإجهاد. الإجهاد؟ إنه بحاجة لإعادة الشحن. واو، إنه يستيقظ. إلى أين تذهب؟ لماذا عاد؟ هذا غريب، لابد من وجود سبب ما. أحتاج المزيد من التحقق في البيانات. عادة ما يتبع جيش النمل القائد، وبالتالي عندما يحدث شيء له البقية يتشوشون ويضيعون كما ترون. ها هذا صحيح، لقد اختفى القائد بعدما هبت ريح قوية. أين ذهب؟ دعني أجد. المسح. عثر على الهدف، إنه هناك. ساعدوني، ساعدوني، النجدة، النجدة. لا، سوف يعلق بشدة في الوحل. كيكي ميوميو، فريق الإنقاذ. هذا صحيح، سوف ننقذك. بندقية الحمل الخارقة. شكراً لإنقاذي. على الرحب والسعة، هيا لنعود الآن. انتباه، إلى الأمام، تقدموا. يسار، هذا يمين، جيد، يسار، الجميع يسار، بخير. يسار، يمين، يسار، يمين، أجل. يمين. يمين، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار. هؤلاء ريح قوية مجددا، احذروا، احموا البيت. صغاري. <تصفيق
لم أنقذ صغاري. يمكنك الاعتماد علي. لنذهب جميعا. إنهم يطيرون بسرعة. أحتاج الدعم من المقر الرئيسي. كاكا، لدينا مشكلة أخرى، نحتاج لمساعدة مومو الطيارة. علم مومو، لدينا طلب دعم من كيكي، رجاء اذهب الآن. الآن تأتي مومو الطيارة. بالموقع، أرجوك أنقذيها. لا مشكلة. طارت إلى اليمين. أوه، إلى اليسار. واو، تم إنقاذها. هذا رائع. ياي. والأخيرة. لقد طارت بعيدا، الحقي بها. بسرعة. لقد علقت بالغصن. لا، اتبعوني. هل الجميع مستعدون؟ أجل، إنها قادمة. إلى اليسار، تحركوا قليلا إلى اليمين. على الرحب والسعة، كل ذلك بفضل فريق كيكي وميوميو للإنقاذ.